السلام عليكم. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الجزء الأول عن الـ Remote Laboratory Experiences اللي هو تجارب المختبرات عن بعد في البيئة الهندسية أو في بيئة التعليم الإلكتروني، وكانت الحديث كله بصورة عامة عن الأمور التي يجب أن يراعيها التدريسي في بيئة التعليم الإلكتروني خصوصا فيما يخص التجارب أو المختبرات الهندسية. في هذه المحاضرة راح يكون الحديث عن تجربة أحد الجامعات الأمريكية اللي هي الأريزونا ستيت يونيفرسيتي، وراح يتحدث فيها ايضا واحد من او مجموعه من الدكاتره عن تجربتهم في الكورس الدراسي السابق اللي هو يعني السبرينج 2020، يعني الكورس الربيعي اللي هو يبدا يعني في شهر الواحد الى شهر الخامس، وكيف انه في يعني في منتصف الكورس اضطروا انه ينتقلون من البيئه الحقيقيه الى البيئه الالكترونيه، وشلون قدروا يعالجون هذه المشكله، شلون قدروا يحرصون على انه مخرجات العمليه التعليميه ما تنحدر عندما ننتقل من البيئه الحقيقيه الى البيئه الالكترونيه، خصوصا فيما يخص الهاندز اون تريننج اللي هو التدريب الحقيقي، التدريب مباشره، وكذلك بشكل خاص فيما يخص المختبرات. طبعا هنا هذا فد شكر في البدايه الى كل هذول الناس من هذه الجامعه على مساهمتهم في يعني انشاء هذا البرزنتيشن. بصوره عامه يعني طبعا هناك الكثير من التحديات في بيئه التعليم الالكتروني او بيئه المختبرات الالكترونيه مثل ما ذكرنا. بالنسبه للجامعات العالميه اللي هي يكون فيها طلبه من كل الدول، وطبعا ايضا يعني انه يعني عندما انتقل التعليم الالكتروني الكثير من الطلبه اضطروا الى المغادره الرجوع الى بيتهم او يعني الى دولهم، ولكنه بنفس الوقت هم ظلوا مشتركين بهذه الكورسات. فواجهت الجامعات مشكله التايم زونز اللي هو يعني اختلاف التوقيت، يعني مثلا الان عندما اتكلم انا في هذا الوقت هناك فرق 7 ساعات مثلا عن العراق، هناك فرق 12 ساعه مثلا عن الهند او الصين، فبالتالي هناك يعني التايم زونز او الفترات الزمنيه حول العالم كثيره جدا. فصعب جدا عندما تكون مثلا عندك فد محاضره الكترونيه مباشره تقدر انه تشمل بها الكل. صعب انه تبني فد فريق في او جروب في مختبر لطلبه من عده دول بحيث انه يقدرون يتعاونون سويه، وهذا طبعا مشكله واجهت الكثير من الجامعات العالميه. ربما مثلا في دولنا العربيه لانه اغلب جامعاتنا هي في بلد واحد واغلب طلابها هو من نفس البلد ما راح تواجه هذه الصعوبه. ايضا واجهوا تحديات في كيفيه عمل السيت اب او التهيئه للهاردوير والسوفت وير، وهذه طبعا قدروا يحلوها من خلال عمل فيديو اورينتيشن اللي هو يعني تسجيل فيديوهات توضيحيه للطلبه لمعرفه كل خطوات التجربه. واجهوا ايضا مشاكل في حل المشاكل ومعالجه المشاكل التي تحصل اثناء التجربه، هذا ايضا ممكن انه يسووها من خلال فيديو توتوريالز او انه يخلون فد رابط معين من خلاله يستطيع الطلبه ارسال اسئلتهم للاستاذ على المشاكل اللي تواجههم، ويخلون بها يعني مثلا ياخذون برنت سكرين فصوره الى رساله الخطا او غيرها ويدزوها للاستاذ او المختبري وهو يجاوبهم عليها. ريموت تيمينج تشالنجز ايضا كثير من يعني المشاكل تواجههم في اداره الفرق اللي هي عن بعد، بحيث مثل ما ذكرنا الكثير من الطلبه صعب جدا انه يتفقون على وقت واحد عندما يكون الكلام اونلاين، يعني اغلبنا يعني في البيئه الالكترونيه will get distracted، يعني هناك الكثير من الأمور التي تشتت الانتباه حولنا، وخصوصا أنه في البيئة الإلكترونية ممكن أنه الطالب يصاب في الملل أو الكسل أو غيرها، فصعب جدا أنه يتم إدارتهم في وقت واحد. فبالتالي هنا أيضا نحتاج الكثير من platforms for collaboration اللي هو منصات التعاون بين الطلبة. Academic integrity temptation، دائما هناك يعني في البيئة الإلكترونية هناك اندفاع أكثر نحو الغش ويعني خرق للتكامل الأكاديمي، فهنا أيضا يجب أن تطور علاقة بين مع كل الطلبة من البداية على مود تكون علاقة احترام متبادل، فبالتالي هذه ممكن أنه تمنع الطالب من محاولة الغش لأنه هو يشعر أنه بذلك يخون ثقة الأستاذ به، لأنه هو يعتبر الأستاذ يعني كمنتور أو يعني مدرس له أو معلم أو مدرب أو صديق له، فبالتالي هنا يعني يفضل أنه تقوم ببناء علاقة قوية مع الطلبة اللي هي ممكن أن تكون هي الحاجز أو الرادع الوحيد ضد الغش، لأنه مثل ما يقولون يعني في بداية هذا الكورس أو في بداية هذا الكونفرنس قالوا فد عبارة، قالوا the highly motivated student will cheat no matter what you do، يعني الطالب اللي هو متحفز جدا للغش راح يقدر يغش خصوصا في البيئة الإلكترونية مهما حاولت منعه مهما استخدمت من الأمور، لأنه هي المشكلة مو مشكلة تكنولوجية أو تقنية، مهما وفرت من حلول تقنية يعني مثل مسألة مثل الصراع بين شو اسمه السايبر سكيورتي بروفيشنالز والأتاكرز أو الهاكرز، مثل ما كل ما تخلي فتح حل معين اكو هاكرز معين يعني راح يجون يخترقونه ويلقون فد شيء يعني طريقة هجوم أقوى من عنده. نفس الشيء بالنسبة للطلبة في البيئة الإلكترونية، كل ما تخلي فد جدار فايروال معين او فد حاجز معين ضد الغش
إذا كان الطالب متحفز الغش فإنه راح يقدر يكسر هذا الحاجز ويقدر يغش يعني مهما حاولت. فبالتالي الأفضل أنه ما نعتمد فقط على الحلول التقنية، وإنما نرجع للأصل اللي هو الجانب الإنساني. تطور علاقة جيدة مع الطلبة، تبين لهم أنه أنت مو ضدهم، أنه أنت من جانبهم، تبين لهم أنه هدفكم في النهاية أنت كأستاذ وكطالب الهدف واحد، أنت هدفك أنه تطلع مهندسين حقيقيين يقدرون يعني ينجحون في بيئة العمل ويقودون بلدانهم إلى يعني تطور أو غد أفضل، وهم هدفهم أنه يفتهمون، لأنه يعني بالنهاية هو سواء كان يدرس حكومي أو أهلي أو دراسة خاصة، دفع فلوس أو ما دفع فلوس، بالحقيقة هو قاعد يخسر أيام من عمره ويخسر جهد وتعب وكذا. فهذه الأمور كلها يجب أن تكون الريورد مالتها أو العائدات مالته هو أنه يكون مهندس ناجح، وهذا أيضا ما تتحقق إلا إذا اتبع تعليمات المدرس اللي يخاف عليه واللي يحبه واللي يتمنى له كل الخير. فهذه الأمور أيضا يعني الجانب الإنساني مهم جدا في عملية منع الغش وتحقيق الفائدة الأكاديمية الحقيقية. مثل ما ذكرنا دائما تحتاج انه تعمل فد فيديو تيوتوريالز اند ديمونستريشنز توضح لك يعني كل البيت فولز، المشاكل اللي ممكن تواجهك عندما تعمل على فد هاردوير او سوفتوير معين، الابديتس يعني التحديثات التي تحصل على هذا الهاردوير والسوفتوير. وايضا يجب ان نحدث هذه الفيديوهات كل سمستر، وايضا يجب ان تطلب من الطلبه انه يشاهدون هذه الفيديوهات لشرح كيفيه العمل على هذا الهاردوير او سوفتوير قبل البدء ب يعني تنفيذ التجربة. يعني هذا يجب أن يكون obligatory إلزامي أنه كل الطلبة يشوفون هذه الفيديوهات قبل أن يقوموا بإجراء التجربة. أيضا بالنسبة للمنصات التعاون بين الطلبة اليوم أصبحت كثيرة جدا، وأغلبها هي يعني integrated with the learning management system، يعني هي متكاملة مع أنظمة إدارة التعليم. Anonymous allowed، يعني أنا طبعا أيضا هذه الأمور لازم أنه تسأل نفسك عنها قبل ما تختار واحدة من هذه البلاتفورمز، هل أنه هي متكاملة مع الـ LMS، هل أنه تسمح بدخول ناس هم Anonymous يعني بدون تصريح عن اسمهم، لأنه بعض الأحيان السماح بهذا الشيء هو إيجابي وسلبي. هو إيجابي بحيث أنه أنت بعض الأحيان تضمن خصوصية الموجودين، ولكنه في أحيان أخرى عندما يبدأ شخص هو Anonymous بالتجاوز على بقية الطلبة أو التجاوز على الأستاذ، فهنا أنت راح تقع في مشكلة كبيرة، لأنه ما راح تعرف منه اللي هذا الشخص. فبالتالي هنا أيضا بعض الأحيان تضطر أنه يعني تجبر كل الطلبة أنه يصرحون بأسمائهم الصريحة. هل هي registered، هل هي فقط للregistered students only أو لا؟ هل أنه هذه المنصات المتكاملة مع الـ LMS تسمح بدخول الطلبة فقط من خلال يوزر نيم والباسورد الجامعي، أو أنه أي شخص يقدر يدخل؟ وهذه طبعا راح تسبب لك أيضا مشكلة خصوصية وأمنية كبيرة جدا، لأنه بعض الأحيان مثلا أغلب الأحيان الجامعات اللي تستخدم زوم يعني ينشر كرابط ويا باسورد معينة ممكن أنه أي واحد يحصل عليه ويدخل. هذه أيضا سببت مشاكل كثيرة جدا، لأنه ممكن شخص آخر يعني من خارج الجامعة يدخل ويسجل الفيديو أو مثلا يقوم بالرسم على الشاشة أو يسبب مشاكل كثيرة جدا. فهنا أيضا يعني ضروري جدا مو أي واحدة من هذه البلاتفورمز هي تكون مناسبة لك في البيئة الجامعية، وإنما يجب أن تكون دائما يعني تحرص على أنه تكون النوعية المناسبة لك لمتطلباتك أنت كأستاذ. ايضا يعني مثل ما شفنا انه اكو الهاردوير كيتس، هذه ممكن تكون كثيره جدا، ممكن انه ترسلها الى بيوتهم، ممكن انه يعني هم يشتروها، ممكن تكون ديجيلنت انالوج ديسكفري 2 بارت كيت مالتي ميتر بريد بورد لابتوب غير من هذه الامور. ممكن انه كلها مثل ما ذكرنا يكون اكو كيت متكامل يشتري الطالب اذا كان رخيص الى حد ما، او انه الجامعه توفر هي يستلمه من الجامعه، او انه يتم ارساله الى البيوت. يعني هذه أيضا الحديث عن الهاردوير نفس الشيء هذا الكلام. إن شاء الله في الجزء القادم راح نكمل الكلام عن الجزء الأخير من هذا اليوم الثاني من هذا المؤتمر، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.